أيها السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات صالون المعرض الدولي للكتاب في طبعتها 24. لا زالت قناة الأنيس تطوف بكم في أرجاء الصالون لتستقطب بعض الكتاب والمؤلفين، فتحية ثقافية متجددة. معنا اليوم في زاوية من زوايا التأليف معاشر المشاهدين، معنا خطيب مدرس، هكذا بدأ حياته، مزج بين التعليمين الديني والتعليم النظامي، ثم أصبح كاتبا ومؤلفا لكتاب الرسائل المنبرية مع تقلده لمسؤولية تنفيذية بإحدى ولايات الوطن. ضيفنا الكريم، أهلا وسهلا بك ومرحبا في هذا اللقاء. بكم أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا. شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا. ضيفنا، يعني لو أترك لك مساحة تعريف بنفسك للجمهور. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في رحاب العلم والثقافة والكتاب والقراءة والمقروئية، هذه الحركية في معرض الكتاب، أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة المباركة، وأشكر المشاهدين الكرام، وأحيي من خلالكم المستمع والمشاهد عبر قناة الأنيس، ونعم الأنيس هي، فأحييكم جميعا بتحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ضيفكم وصاحب البيت عندكم الحاج حجاج، إمام مسجد وحاليا مدير شؤون دينية وإمام مسجد، لازلت ولله الحمد ممارس لهذه الإمامة. ولدت ونشأت وترعرعت في منطقة تسمى شلالة العذاولة بولاية المدية، بريفها أولاد ميمون، بها بدأت حفظ القرآن الكريم في الكتاتيب عند عمي الحاج الهادي الله يرحمه برحمة الله. ثم لما دخلت مدينة شلالة العذاولة في 84-83 مع شيخنا شيخ سليم محمدي، أذكره ذكره الله بخير، في سنة 94 بالضبط نهائي، كان عندي نهائي البكالوريا، التحقت بأدرار، وكان التحاقي للجامعة، جامعة الإسلامية الأدرار، ولكن إن شاء الله عز وجل أن أكون بدل الجامعة أكون في جامع سيدنا محمد شيخ بالكبير الله يرحمه برحمة الله. فمكثت هناك مدة من الزمن أحسب أنها كانت ولله الحمد نافعة ورصيد كافي وقاعدة، ولله الحمد من خلالها بنيت كثير من المعارف. بعد ذلك التحقت بالمعهد الإسلامي بالتزيوزو بسيدي عبد الرحمن إيلولا أومالو، سيدي عبد الرحمن الإيلولي، كإمام خطيب من 95-97. ثم بدأت إماما في ولاية البليدة لمدة سنة. 98 التحقت بمدينة سطوالي بالعاصمة إمام إلى غاية 2013 بين مسجدي الفلاح المركزي ومسجد عثمان بن عفان بحي البريجة تابع لإسطوالي إلى غاية 2013، ومن يومها مديرا للشؤون الدينية والأوقاف لولاية تندوف سنتين من 2013-2015، وأحيي بالمناسبة سكان تندوف طيبين. ثم ولاية سيدي بالعباس العامرة بالعلم والقرآن الكريم إلى غاية 2019، من 2015-2019 تقريبا 5 سنوات. ثم أنا ضيف في ولاية شلف منذ تقريبا شهرين، نسأل الله عز وجل أن أكون فيها فاتحة خير لأبنائها، ومعروفة ولاية شلف بالقرآن الكريم وبأهل القرآن الكريم وبحفظة القرآن الكريم. ولله الحمد مزجت في الإمامة بين الخطابة والوعظ والمحاضرات في الأحياء الجامعية والنوادي، وكنت منخرطا في بعض الجمعيات الثقافية كجمعية علماء المسلمين الجزائريين مثلا، كنت رئيس شعبتها، كان رئيس شرفي القامة العلمية والإعلامية الأستاذ نور عبد القادر، وكنا ولله الحمد جلساء أكرمنا الله عز وجل من خلال فترة الإمامة بمجالسة كثير من العلماء والدعاة من داخل وخارج الوطن. كما كانت لي ولله الحمد مساهمة في بعض الجرائد في صفحات الدينية، منها منبر الجمعة في صفحة من صفحات الدينية، وحتى إلى غاية اليوم أيضا مساهمات في وسائل الإعلام الأخرى كالقناة الأولى وإذاعة القرآن الكريم وإذاعة تجيل FM التي بدأت فيها حصة اغتنم شبابك المباشرة، إلى اليوم تبث حديث الجمعة حديث الإفطار اغتنم شبابك، كل مسلما عبر أثير الإذاعة إذاعة القرآن الكريم. وبقيت لنا بعض المساهمات، طبعا تعرف ما بين الإدارة والإمامة تضيع كثير من الأوقات، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها البركة والسر إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا شيخنا. طيب، بداية تدخل المعرض هذا
بمؤلفك رسائل المنبرية في نصح الراعي والرعية، هذا المؤلف الأول. والمؤلف الثاني هو؟ هو المؤلف الأول في طبعتين، هذه الطبعة الأولى ثم هذه الطبعة الثانية. عندي بعض المشروع، مشروع كتاب أو يضاف إلى الكتاب، اللي هو الإدارة الدينية في الجزائر، الإدارة الدينية للأوقاف وللنشاط الديني، تنظيم النشاط الديني في الجزائر من أيام الدولة العثمانية، بين قوسين النشاط الديني والنشاط الأوقاف وحركية الدين أيام الدولة العثمانية شبه كثير من التحريف. فالأوقاف كيف كانت الحياة الدينية عند الجزائريين أيام الدولة العثمانية التي كان مذهبها الحنفي، وحافظت المجتمع الجزائري على مذهبه المالكي كما حافظ على عقيدته أيام الدولة الفاطمية، عقيدة أهل السنة والجماعة. أيام قلت الأوقاف والنظام الديني من أيام الدولة العثمانية، ثم كيف حافظ الجزائريون على عقيدتهم وعلى دينهم أيام الحقبة الاستعمارية اللي يسميها ملك بن نبي الاستثمار، محاولة الطمس ومسخ الهوية الدينية لهذا الشعب، ثم الحياة الدينية والحركة الدينية والأوقاف من الاستقلال إلى يومنا هذا. إن شاء الله رب العالمين بدعواتكم، بدعوات المشاهد الكريم، يرى النور قريبا هذا الكتاب إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، سنشتغل بإذن الله في هذا الحوار وفي هذا اللقاء الثقافي على كتابك أو مؤلفك الرسائل المنبرية في نصح الراعي والرعية. طبعا سأجعل العنوان هو آخر شيء، هو آخر شيء. هل السادة المشاهدين، هذه الطبعة الأولى وهذه صورة الطبعة الثانية، وأجل العنوان قلت وألج معك مباشرة إلى السادة الذين قدموا لكتابك، منهم الدكتور وعبد الله غلام الله، الشيخ طاهر آية علجت، الشيخ محمد الهادي الحسني. ما الذي أضافه هؤلاء الذين قدموا للكتاب لحجاج الحجاج؟ نعم. طبعا تعرف فيما يتعلق بالكتاب عموما، المقدمة شيء مهم جدا، والحفاظ على القامات العلمية التي لها أوزان أن تنصع وأن تصدع وأن تجعل لك مقدمة بهية الطلعة في كتابك، لواحد مثل الشيخ طاهر آية علجت، ولواحد مثل المفكر الهادي الحسني، ولما واحد مثل قامة جمعت بين العلم الشرعي والفلسفة وأيضا الاستوزار مسيرة الحركة الدينية في الجزائر، الدكتور أبو عبد الله غلام الله رئيس الإسلامي الإسلامي حاليا. حاولت أن أمزج ما بين المسؤول اللي هو الوزير شؤون دين الأوقاف، الذي بمناسبة كان يتابع خطاباتي ومقالاتي، وكان يقول لي أمانة لو عندنا 10 أئمة في مثلك في كل ولاية قطاع شؤون دينية يحلف دراسه. هذه قالها لي وشهادة أعتز بها. القامة الثانية شيخ طاهر علجت، الذي أعتبره شيخي، ولله الحمد لازمته كذا سنة واستضفته في المسجد وأكون معه ضيفا في بيته، وأشعر أن الذي يربطني به أكثر من علاقة تلميذ مع شيخ. أيضا كتب لي مقدمة، وأقولها للأمانة أن المخطوط الذي كان عنده الكتاب قبل أن يطبع قرأه من أوله إلى آخره، وأبدى لي بعض الملاحظات، وقرأ ورقة وفي مقدمته في ثنايا كلامه تلحظ أن الشيخ الجليل رغم كبر سنه انشغالاته، ومع ذلك قرأ وسجل ملاحظات. ثالث مقدمة أعتز بها كثيرا، صاحب اللسان الفصيح، وأنا أسميه دائما وريث الإبراهيمي في لسانه وخطابته وبيانه، الشيخ الهادي الحسني، الذي أيضا تربطنا معه علاقة تلميذ مع الطالب مع شيخه في الجامعة، ثم طالب مع شيخه في الجامعة، وعلاقات صداقة ومحبة ووفاء، نسأل الله عز وجل أن يديمها. نعم. طيب، أعود معك الآن إلى العنوان، رسائل المنبرية في نصح الراعي والرعية. طيب، باللفظ المعاصر أو بالخطاب المعاصر نقول بين الرئيس والمرؤوس. والمرؤوس، أي نعم، الرئيس ومرؤوسي هكذا. نعم. طيب، الظاهر أنه هذا العنوان هو إخراج جديد في هذا الحقل الثقافي الجديد. طبعا الرسائل المنبرية كثيرون هم من سبقوك. نعم. إلى هذا العنوان، بالعنوان هذا ذاته. نعم، في عنوان رسائل المنبرية. أي نعم. لكن في إصلاح الراعي والرعية. نعم، أو في نصحي، أو في نصح الراعي والرعية، لأنه فرق ما بين إصلاح. نعم. لما تكتب إصلاح راك تنفر القارئ بشيء ما يقراش أصلا. نعم، ما يقراه لا الراعي ولا الرعية، أنك تتهمني بالفساد. نعم. إصلاح، صحيح، في حين النصح جميعنا يتقبله. والإسلام بني على هذا المبدأ، الدين النصيحة. نعم. نعم. طيب،
مباشرة ندخل في ثنايا. لو سمحت فضل. العنوان فقط. نعم. أعتقد اعتقاد الجازم أن الراعي والرعية كمسلمين نعم. معنيان بخطاب الله وبخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحاكم المسلم الذي يخشى الله عز وجل، الحاكم المسلم الذي يعتقد ما يعتقده المحكوم، أننا جميعا حاكما ومحكوما سنقف بين يدي الله، وأن هذه الحياة أو قبل ذلك، وأن هذه الأمانة التي استرعانا الله عز وجل عليها الحاكم سنسأل عنها يوم القيامة. نعم. لذلك يحتاج إلى نصح. ما الذي ينصحه؟ ينصحه الإمام. نعم. لأن الذي يجلس بين يدي الإمام، الذي يجلس ليستمع إلى خطبة الجمعة، رئيس البلدية والمواطن، الوالي والمواطن، نعم. الوزير والمواطن، الرئيس والمواطن، نعم. جميعنا جميعهم سيجلسون بين يدي الإمام، سيستمعون إلى ما قال الله وقال رسول الله. نعم. نصحا، الدين النصيحة. نعم. لذلك كان هذا العنوان بالمناسبة بعد ما جمعت الخطب وبعض. نعم. المقالات. نعم. كنت مخير ما بين 5 أو 6 عناوين. وأنا راقد وغدوة من ذلك كان عندي الموعد لدار النشر باش نقدم لهم العمل. طيب. فالساعة 2-3 الصباح باقي العنوان آخر شيء. باقي العنوان آخر شيء، فنضت وكتبت العنوان اللي خطر في بالي، لا أدري كنت في يقظة أو في نوم أو ربما رؤيا، فكتبته ثم عودت وليت رقدت. لما أصبحت فكرت باللي هذا العنوان هو اللي لازم يكون في الكتاب. نعم. وإلا الحمد العنوان الذي لاقى الترحاب وال والابتس. طيب. والفرح من لدن القارئ الكريم. طيب. وخواطر خواطر النوم معروف أنها مشاريع ناجحة. ولا شك. ولا شك. الاستثمار فيها هي مشاريع ناجحة. ولا شك. طيب. أتوقف معك واستأذنك واستأذن السادة المشاهدين في الخروج إلى فاصل. نعم. لنعود وندخل الحوار من جديد. الإمام. نعم. هو الذي ينصح الحاكم. السادة المشاهدين نعود بعد الفاصل. أيها السادة المشاهدون، أهلا وسهلا بكم من جديد في رحاب هذا الحوار الثقافي المنعقد بفعاليات الصالون الدولي للكتاب في طبعته 24. يحضر معنا اليوم ضيفا كريما الإمام والمدرس والخطيب والمدير التنفيذي الأستاذ حجاج الحاج. أهلا وسهلا بك من جديد. وبكم أهلا وسهلا مرة أخرى. طيب، توقفنا في الجزء الأول من الحوار على أعتاب الإمام هو الذي ينصح للحاكم. طيب، وهذا الذي بلورا هذا العنوان الرسائل المنبرية في نصح الراعي والرعية. بداية قبل أن نتحاول أن نتناول بعض المحاور أو بعض المواضيع، ما هو دافعك إلى هذا المضمون؟ تفضل. هو دافع إيماني، دافع ديني، دافع اجتماعي. دافع اجتماعي كون أنه الإمام هو محل ثقة الجميع ومحل تقدير الجميع. الإمام هو الذي يلجأ إليه المتخاصمان ليصطلحا. الإمام هو الذي يلجأ إليه الابن عنده خصومة مع ابنه، والزوج عنده خصومة مع زوجته. الإمام هو الذي يلجأ إليه الشاب اللي عايش حالة نفسية مش ولا بد، والشاب اللي حاب يتزوج وباباه مقبلوش أو باباها مقبلش يلجأ للإمام. لما تصرى حاجة في المجتمع، في البلدية، في الولاية، في الدولة ككل، الإمام هو صمام أمان ذلك المجتمع من أجل الحفاظ على عقيدته وعلى هويته وعلى دينه وعلى مكتسباته وعلى ثورته وثروته. لذلك كان هذا العنوان الرسائل المنبرية. الإمام، أنا أتكلم الآن عن الإمام. الإمام الذي يستمع إليه الحاكم والمحكوم يوجهه. ولعلي أول بداية كانت في الكتاب هو ما يتعلق بالإيمانيات. وهل طبعا هذا هو مصدر الخوف الذي يظهر في مقدمة الكتاب؟ تبدو في المقدمة قلقا متوترا من واقع. هو الواقع، أنا وأنت والمشاهد الكريم يتفق أنه هناك فراغ.
أن الخطاب الديني بالرغم ما يتمتع به الخطباء في الجزائر من حرية قل نظيرها في العالم العربي. نعم. أنا بالمناسبة مثلت الجزائر في الأردن في 2009. نعم. كإمام أئمة الجزائر مثلوا الجزائر في لقاء عقد بالأردن لأئمة الدول العربية لمجموع الدول العربية في دردشة ثنائية بين أئمة هناك، وكنت ولله الحمد متكلم باسم الوفود العربية لدى وزير الأوقاف الأردني، وهو في نشرة الأخبار بث تلك الكلمة. نعم. قلت الإمام في الجزائر يتمتع بحرية قل نظيرها في اختيار المضمون يعالج مشاكل المجتمع، ولكن بما أوتي من حكمتين في تبليغ رسالته. نعم. الإمام ليس قاضيا يدخل من يشاء النار والجنة، لا يدعي أنه صالح وغيره فاسد، وإنما يدعي أنه يستطيع أن ينصح ممتثلا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وريث الأنبياء، ممتثلا رسالة الإسلام دعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فما يمثل هذا الإمام من قداسة، مش قداسة مطلقة طبعا لأنه بني آدم، من قداسة، من قدوة، من محل تقدير واحترام، من خلاله أن يلجأ إلى أن يؤثر، أن يصنع رأي عام، يوجه رأي عام، يبلور رأي عام ويحتاجه الأمة وتحتاجه المجتمع. لذلك كان هذا العنوان الرسائل المنبرية في نصح الراعي والرعية أيضا، لأننا نعتقد أن المجتمع ككل يحتاج إلى من ينصحه ومن يأخذه إلى شاطئ النجاة في تربية وتوجيها ونصحا وإرشادا. نسأل الله عز وجل أن نكون كذلك. طيب أن أطوف معك حول بعض المحاور، بعض العناوين التي تضمنها الكتاب. على غير العادة، على العادة أو على المألوف، أجد الظاهر أو الذي يتميز به هذا الكتاب، هذه الرسائل، أنك تجاوزت أو لم تستغني عن كثير من المحاور أو القضايا التي يحياها المجتمع. على عادة تبويب في الفقه الإسلامي، يعني مررت بالعبادات، بالمعاملات إلى غير ذلك، بلغت بعض المحاور مثلا تقول أو في عنوان خطبة: هل من مصالحة بين الإدارة الجزائرية والمواطن؟ هو موضوع حديث معاصر، تتجاوز أطراف الحديث في مختلف المجالات ومن لدى مختلف الفاعلين. طيب نعم، الإمام الذي يخاطب الناس بخلاف ما هو موجود في الواقع سيكون هو في واد والمجتمع في واد. الإمام الذي يكون حديث الناس فيه عن موضوع ما، شغلهم عن موضوع ما، موضوع الخلع مثلا كظاهرة، موضوع الطلاق كظاهرة، سرقة الأطفال كظاهرة، المخدرات كظاهرة، الرسوب المدرسي كظاهرة، وهو يتكلم عن أشياء أخرى حتى يشعر المستمع المصلي بالملل وكأنه جاي يدير في الواجب وانتهى. أنا كإمام ينبغي أن يشعر المأموم عندي أنه مش جا فقط يدير الركن لحضور صلاة الجمعة، لا، جا باش يستفيد، باش يعمر، يشحن الهمة تاعه، باش يخرج بنفسية جديدة، بعقلية جديدة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان قال الصحابة رضوان الله عليهم لما يجلسون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كان رسول الله يفرغنا ثم يملأنا. الجامع الذي يجلس بين يدي الإمام في الجمعة الأصل فيه أنه جاء ليتنفس، جاء ليفتح له باب أمل مع الله عز وجل، مع نفسه، مع عياله. لذلك كان هذا الموضوع، وأذكر أن هذا الموضوع موضوع خطبة وهو أيضا مقال نشر إليه في إحدى الجرائد، كان بعد قمة جمعت بين الحكومة والولاة أظن في 2007-2008، وتكلم حينها الساسة والمسؤولون أن هناك خلل، تكلموا عن الرشوة، تكلموا عن الفساد المالي، تكلموا عما ينبغي أن يكون عليه المجتمع في ظل البحبوحة المالية الموجودة، في ظل ما أغنانا وحبانا الله عز وجل به في الجزائر، في تاريخها، في ثورتها، في ثرواتها، في شبابها، في جغرافيتها، ولكن للأسف الشديد الواقع بخلاف ذلك. فتكلمت وأشرت إلى هذا الموضوع، هل من مصالحة، وكنا قد خرجنا من مصالحة جمعت بين الجزائريين، خرجنا من فتنة عمياء، فبدأنا فيما يعرف بالتنمية، جزائر العزة والكرامة التي كنا نأمل بخلاف ما هو موجود، أقول بخلاف ما هو موجود في ظل المعطيات التي كانت متوفرة. فكتبت هذا المقال وخطبت هذه الخطبة، وبالمناسبة خطبتي في الجمعة يحضرها وزراء
وإطارات في الدولة وإطارات في الجيش والمصلون العاديون، وجميعهم يستمعون لخطاب واحد يهم الجميع، لأننا نعتقد جازمين أننا كجزائريين إمام ومأموم راعي ورعية على سفينة واحدة تسمى الجزائر. فكتبت: هل من مصالحة بين الإدارة الجزائرية والمواطن؟ إضافة إلى هذا العناوين التي سبقتني إليها، يعني لم تغفل حتى مباراة كرة القدم، قصة مباراة الجزائر أنغولا، قصة مباراة في خطبة. نعم. وطبعاً الإمام مشي خطبة جمعة مش راح تكون كل كرة مباراة في كرة القدم. أذكر جيداً كان ذلك في 2010. العقول كانت والأنظار كلها مشدودة في مقابلة نصف نهائي الجزائر أنغولا اللي ربحنا فيها في الدقيقة الأخيرة في ثالث الهدف، هدف عن طريحة أظن. فالخطبة تاعي كانت أن الجزائريين التفوا حول العلم الوطني، ظاهرة الحرقة حينها توقفت نهائيا، الأغاني التي كانت تبث كلها أغاني وطنية، الشباب لما نمشي في أحياء اسطوالي وأنا رايح الجمعة كل الشباب رجال ونساء حتى شيخ دعينا غدو إن شاء الله نربحوا. إذا كان هؤلاء عقولهم مسدودة إلى هذا، ما المانع أنت أن تكون معهم ولكن موجها إلى ما ينفع؟ قال: نعم إن شاء الله الجزائر تربح في ماتش أنغولا الجزائر، ماتش كرة، ماتش تلعب فيه بالأقدام. وأنا قلت في خطبتي: ينبغي أن ننتقل الآن بعد ما ربحنا هذه المقابلة، ينبغي أن ننتقل من ملعب كرة القدم إلى ميادين أخرى أرحاب، إلى ميادين الصناعة، الأخلاق، التربية، الفلاحة، ميادين الحزم، كما كان الحال المدرب حازم على لاعبيه. أن ينبغي أن يكون أيضا عندنا في حياتنا اليومية حزم لننتقل وننتصر في ميادين أخرى كما انتصر غيرنا في ميادين التربية والاستثمار والصناعة والابتكار. وهذا الذي ينقصنا، لأن المقابلة في آخر المطاف مقابلة وتنتهي في فرحة ويخرج الأولاد يلعبوا، ولكن الواقع يبقى هو هو. نعم. الانتصار الحقيقي هو الانتصار في ميادين أخرى تجعل الجزائر إن شاء الله سيدة على ساداتها الذين تسيدوا. طيب، شكرا جزيلا بهذا المحور. نعم. تكون قد تمت حلقة الأولى على أن نتناول المانع، على عجل يعني، على أن نتناول المانع الذي تحدثت عنه في الحلقة الثانية إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعك الله وأستودع السادة المشاهدين، الله الذي لا تضيع ودائعه، على أن نلقاكم في الحصة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.